السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جولتنا حبايبي هنروح بحر الاسعار، كل شيء بخمسة كده زي ما انتم شايفين، وهندخل دلوقتي ونشوف كل الحاجات اللي عندهم. عندهم جميع ادوات المنزل، المطبخ، الحمام، عندهم قسم خاص بالعطور والبخور، عندهم قسم خاص بالمنظفات والكريمات، وكمان عندهم للملابس زي ما انتم شايفين فوق كده لو هو واضح معاكم. انا هدخل دلوقتي وهبدأ تصوير، ويا رب جولتي النهاردة تعجبكم. انا في بحر الاسعار مخرج 8 حي المؤنسية. كل حبايبي اللي عايشين في الرياضة عارفين ان بحر الاسعار ليه فرع في حي المؤنسية مخرج 8، وليه كمان في مخرج 20. انا هنا جيت في مخرج 8 في المؤنسية عند الفحص الدوري. انا هنا في بحر الاسعار، يا رب الاسم يكون واضح. كل شيء بخمسة، يلا ايه نبدأ جولتنا كده ونشوف. انا دلوقتي دخلت بداية المحل زي ما انتوا شايفين كده، واخدت العربية بتاعتي اللي هتسوق فيها. تعالوا بقى نشوف المنتجات اللي عندهم. مش قادرة اقول لكم منتجات، يعني ما شاء الله عليها، كل احتياجات المنزل، كل حاجة انت ممكن تفكري فيها وتحتاجيها هتلاقيها هنا. وكل حاجة هنا تقريبا 90% من المنتجات هنا على 5 ريال، كل منتجاته منها على 5 ريال. ده جزء المجات، يعني تخيلي المج ده كده ب5 ريال. شفتي الجمال؟ يعني انا مش هتلاقيه في المحلات التانية، او لو لقيتيه هتلاقيه من 12 ل 18 ريال. انا عارفه. بعد كده نشوف الجمال. وفي الوان كتيره وفي موديلات مختلفة. انا بجد ما شفتش موديلات زي كده في محلات تانية. يعني نتفرج نشوف هنا في ايه. انا ماسكة التليفون بايد وبصور وبطلع المج بايد. يعني مش قادرة اقول كل ما تتمنيه هتلاقيه هنا. موديلات كتيرة جدا بصراحة. انا اخدت شوية مجات من هنا، مش عارفة، مليت البيت كله مجات. يعني نشوف موديل تاني. الناس مفتحة ما شاء الله، مش سايبة حاجة. الاسود بقى للي بيحبوا اللون الاسود. لا بس انا عجبني في مجات تانية حلوة قوي، هخليكم تشوفوها معايا. تعال الاول في ده، وكمان بغطا علشان تحفظيه من اي هاموش او دبان او اي حاجة. هنا بقى ده كده مجات بغطا سيليكون، تاخديها معاكي في السيارة، حطيها نسكافيه، القهوة. ثواني، بغطاها سيليكون. في بقى منها كل الالوان زي ما انت شايفة كده. دي عجبتني اوي، انا بحب اخد معايا القهوة وانا خارجة، او اخد النسكافيه معايا. وقت الصلاة كمان 10 دقايق. طيب تعالوا كده نشوف مكان تاني. تعالوا بقى هنا. دي اشكال حلل صغيرة كده، ان انتي يعني تزيني بيها الطاولة بتاعتك، برضو منظر ان انتي تحطي فيها، ممكن تحطي فيها صلصة، ممكن تنفع مع الكشري بقى. وان انتي حاطة، انا هاخد منها على فكرة، تنفع اول مع ان انتي تحطي منها فيها دقة الكشري والصلصة جنب الكشري كده على السفرة، هتديكي منظر حلو قوي. ودي كمان تيجي هنا بقى، يعني تتوهي مش عارفه تاخدي ايه ولا ايه. كارثه.
كارثة بجد. تعالي هنا نشوف كده، دي علب، دي علب نحن نحفظ فيها المنتجات بتاعتنا، يعني مثلا لو ممكن تحفظي فيها البسكوت، ممكن المطبخ ما يستغناش عن العلب دي بصراحة، تحفظي فيها بسكوتات، تحطي فيها اي توابل عندك او مكرونة، او شوفي انت حابة تحفظي ايه وهتحفظيه فيها. وفي دي كمان، دي حلوة قوي، عجبتني دي قوي، هاخد منها، شكلها حلو قوي. هجيب العربية بتاعتي، ربنا يستر بقى النهاردة، وانا كل حاجة هشوفها هتعجبني. شايفة العلب ما شاء الله، يعني اشكال والوان. هي كم علبة؟ عايزة اشوف هي واحدة بس ولا اكتر من واحدة في بعض، مش عارفة. يا بنات دول ثلاثة في بعض، يعني ما هياش واحدة، دول ثلاثة في بعض، يعني تخيلي ثلاثة بخمسة ريال. يا ربي على الجمال، ثلاثة بخمسة ريال. لا حلوة قوي بجد، كمان كنا تديها للولاد، الولاد بيبقى عندهم اغراض كتير بيبقى عايزين يحفظوها، فممكن تديها لهم تبقى في اوضتهم، يعني كل واحد ياخد له ايه علبه كده ومع نفسه بقى حلوياته وبسكوتاته ومع نفسه كده. انا هاخد كمان من دي، مش هينفع كده والله. تعالوا بقى نكمل هنا بقى، في كل ما المنتجات اللي هي خاصه بقى بالحلويات وبالصوصات، يعني مثلا عندك دي علشان تحطي فيها البهارات، بس هي صغيره على البهارات والصلصات هي والكريمات. شوفي هي انا بقول يعني ان دي ممكن تحطي فيها الصوص، الكاتشب والمايونيز، دي حلوه قوي، حجمها حلو قوي. دي في سكريه، بس دي بلاستيك، سكريات بلاستيك، يعني حاجه كده بقى تمشي الحال. دي ايه دي؟ دي برضه اطباق زي ما بقول لك كده، الحاجات دي بتنفع قوي في الخروجات، يعني وانت خارجه وكده ممكن تحطي فيها برضه زي ما بقول صوص كاتشب او مايونيز، تاخديها معاكي او على الطاوله، والله بتزيني بيها طاولتك، بتبقى حاجه بسيطه ومش مكلفاكي كتير. يعني متخيلي لما تبقى كل حاجه هنا بخمسة ريال، يعني حلوه قوي. كمان الكوبايات دي حلوه جدا، يعني لونها شفاف وتظهر العصير قوي، يعني حلوه قوي كمان في التصوير. انا هاخد منها عشان التصوير دي. طب تعالي نشوف ايه دي، ايه دي؟ دي برضو دي للعصير، معقولة صغيرة جدا. شفتي بقى دي عاملة زي ملاح وبلاستيك. طيب وكم قطعة؟ يعني حوالي خمس قطع، شايفة؟ بخمسة ريال، كل ما تحتاجيه هتلاقيه هنا، وفوق تخيلك كمان، يعني اللي هتحتاجيه وفي حاجات ما تجيش في بالك انت هتلاقيها هنا، هتكون انت اصلا كنت محتاجاها ومش عارفه تلاقيها فين. دي بقى علب الكب كيك، جميله جدا للكب كيك والمافن، دي حلوه قوي، بس هي صغيره، مش عارفه في حجم تاني اكبر ولا ايه. طبعا يعني حاجات كتيره جدا، انا هحاول اقسم لكم الفيديو. تعالوا بقى نشوف برده هنا علب للحفظ، شوفي بقى عشان تحفظي فيها المكسرات، برضو دي حلوه قوي، شايفه؟ للمكسرات، وكمان ليها قفل من فوق علشان الرطوبه، عشان الرطوبه ما تدخلش المكسرات عندي. لا والله دي جميله جدا، انا برضو هاخد منها. تعالي شوفي بقى العلب دي، شوفي شكلها، وشوفي من جوه من جوه الخامه بتاعتها عامله ازاي، لا تصدي منك ولا اي حاجه خالص. دي بقى برضه زي ما قلت لك تنفع للمطبخ، تنفع ان انت تحفظي فيها البسكوتات والحلويات، تنفع ان انت تحطي فيها
الخيط الفتله والابره يعني استخدامات كتير جدا، وشايفه فيها منها احجام كمان كبيره. شايفه الالوان زي زاهيه ومتناسقه مع بعض، يعني باقل الاسعار هتلاقي ما شاء الله البيت عندك مليان. تعالي نشوف حاجه تانية. يعني انا بعتبر الحاجات دي بقى كده ان انت تزيني بيها احسن. اه دي للفشار، دي الفشار ولا الايه يا بنات؟ استنوا كده، دي برضو لل دول 8، دول 8 كوبايات بالغطا بتاعهم. اه بس دول يعني واضح ان هما للقهوه والنسكافيه برضو. وفي من هنا في حجم صغير، دول 15 عشان حجم اصغر شوي. اه دي علب بقى للحفظ صغيره للخروج وانتي خارجه برضو للبيبي وكده. اه نفسها اهي، ده دورين مع بعض ب5 ريال. افتكري بس الحته دي اللي انا بقولك عليها انها دي ب5 ريال. تعالوا نشوف، ده حلو، ده شكله حلو. تعالوا نفتحه. واو حلو قوي، يعني بجد تحفه. مغلف بالسيليكون ومن جوه سلك ستيل. ناخد منه بس عايزه لون تاني، يا رب يكون في الوان، بس اللون ده مش حلو. يا جمال يا جمال. تعالوا بقى هنا، هنا في ايه هنا؟ اه في هنا علب مناديل صغيره وايه ده، ودي حافظات استانلس زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هقسم لكم الفيديو لانه هيبقى كبير جدا، وانا هحاول ان اصور كل حاجه. حلوه قوي دي، يعني دي اللي هي قولي معايا، مش ازاز ومش بلاستيك، اللي هي العاج. اه حلوه قوي دي. فين 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 مكانها؟ فين بقيتها؟ خلينا نشوف كده. اه ودول كمان مش عارفه دول طقم ولا ايه، هشوف. اكيد دول 3 ب5 انا عارفه. طب خلينا في شكلهم، مش مكانهم دول، اما اشوف مكانهم فين. اه هنا عندي بقى، شوفي اللي هي الكوبايات الاستانلس، شوفي عامله لها الفتحه علشان ان هي حجمها كبير والفتحه بتاعتها كبيره قوي من فوق، فعامل لها فتحه ضيقه عشان انت ايه بتصبي منها. برضو حلوه قوي، بس هي حجمها كبير، مش هاخدها دي. كرمها ربنا بقى ان حجمها كبير، عشان كده انا مش هاخدها. ايه ده، دول مجلين في بعض، شوفوا حلوين قوي. دول بقى عايزه اقول لك دي قطقم توابل ب3 على 5 ريال زي ما انت شايفه كده. قطقم توابل ب3 على 5 ريال، عنده كل حاجه، وفي موديلات مختلفه. شايفين الموديل ده برضو حلو قوي، ده توابل بقى وسكر وشاي على فكره، انا واخده منهم وبحط فيه السكر والشاي مفيش مشكله. شايفين؟ استنوا كده ونفتح. متقفل بسيليكون بقى، شو الله يبارك. معلش طيب خلينا نشوف ايه هنا كمان. هنا دي علب صغيرة، مش عارفة لايه بصراحة. اوكي طيب، هنا بقى في، شوفوا علب بلاستيك حفظ برضو زي ما انتم شايفين كده. في هنا علب كبيره عجبتني قوي، يعني دي بقى ممكن تحفظ فيها اغراض البيبي والعابه. ممكن تاخديها عندك المطبخ، شايفه
ممكن تاخديها عندك المطبخ برضو، ويبقى فيها السكر، يبقى فيها الرز، المكرونة، كل حاجة هنا على 5 ريال زي ما قلت. تعالى نروح مكان تاني بسرعة بسرعة. هنا بقى المطارات، او احنا بنقول عليها مطارة او الزمزميات زي ما بنقول، زي ما انتوا بتقولوا. شايفين يعني الواحد على 5 ريال فيه ستانلس، وفي خامات تانية هنشوفها كده على السريع. حلوة قوي دي، هي تقيلة على فكرة، وانا مجرباها دي ب5 ريال، حلوة قوي. ودي كمان على فكرة، دي تحط فيها سخن وبرد هتحفظها، الاتنين هيبقوا محفوظين يعني. تعال نشوف بقى، ده قسم خاص بأسعار مختلفة، يعني ده مش ب5 ريال. دول هنا بقى بيبقى حاطين السعر على كل منتج زي ما انتوا شايفين كده. ده 35، الحالة دي 35، مش عارفة هي ظاهرة ولا هنا دي 40. هنا زي ما قلت الاسعار ايه مختلفة. هنا الجزء ده عاملينه كده خاص، مش ب5 ريال ولا اي حاجة، لا كل حاجة وليها سعرها. عندك دي شنط بقى علشان ايه؟ عشان الخروجات وكده، تحط فيها يعني وانتي رايحة الحديقة، وانتي رايحة رحلة كده. هنا في سكريات بتاعت السكر زي ما انت شايفة كده، اشكال مختلفة، موديلات كتير جدا، كل حاجة الخمسة. الخامات حلوة قوي، جميلة جدا، شايفة موديلات حلوة قوي دي. في كمان هنا موديل تاني، انا بس مش عايزة افتح حاجة عشان حاجاش تقع مني وانا ماسكة التليفون. موديلات حلوة قوي، جميلة دي، انا هاخد من دي واحدة. فين دي؟ فين دي؟ شوف لي دي كده، هما تقريبا اتنين مع بعض، شايفة يعني هما اتنين مع بعض في نفس العلبة. هفتحها كده وهشوف، استنوا كده خليكم معايا. هي نفسها اتنين في علبة واحدة ب5 ريال، تخيلي اتنين سكرية ب5 ريال. في كمان هنا موديلات زي ما قلت، موديلات كتير جدا، حلوة قوي دي، ممكن كمان تحط فيها مكسرات. الاثنين في علبة واحدة، الاثنين 5 ريال. تعالوا بقى شوفوا حاجة عجبتني هنا قوي، القارورة بتاعت العصير للولاد معاها الشالومو بتاع التلاتة على 5 ريال. تعالوا انا اخدت من دي، وكمان دي حلوة قوي للطاولة. هشوف بس العلبة بتاعتها فين الأول. شوف الكاسات، الكاسات التلاتة حبة على 5 ريال، يعني مش قادرة اوصفلك، شايفة الجمال؟ مش يعني شايفة التلاتة على 5 ريال، لا مش انا مش مصدقة نفسي، انا يعني انا مش عارفة اقول ايه. مش شايفة الخامة، يعني هي يمكن متبقاش واضحة معاكي، بس يعني خامة الازاز جودته عالية بجد، وفي نقشات مختلفة زي ما قلت، في كل الموديلات، وعندهم متوفر دايما، بيوفروا كل الستاند مش تال يعني، ما شاء الله التلاتة ب5 ريال، وكاسات حلوة جدا، وموديلات مختلفة ما شاء الله، يعني مش قاعدين يعني. دي بقى القوارير بتاعت الزيت، بتحطي فيها الزيت بقى وانتي شغالة في المطبخ. الاتنين على 5 برضو، موديلات مختلفة زي ما انتي شايفة كده. دي ملاحات، ملاحات الاربعة ب5، ودي هنا في التلاتة هنا ب5، يعني جهزي البيت ممكن. تعالي شوفي بقى هنا البرطمانات برضو، دي احنا بنحبها قوي للحفظ، تقيلة لان الغطا من جوه فيه سيليكون فمقفول جامد علشان الهواء ما يدخلش في المنتج اللي انت شايلاه. تعالي بقى هنا نشوف الشوك، دستة الشوك، شايفة الجمال؟ شايفة النقشة بتاعتها؟ شايفة اللمعة اللي فيها؟ كل ده على 5 ريال.
هتلاقي هنا كل حاجه، هتلاقي الميلامين وهتلاقي وهتلاقي السيليكون وهتلاقي الالومنيا، هتلاقي كل حاجه. اه دي زي اللي عندي في البيت. تعالوا بقى هنا نشوف. حلوه دي المغرفه دي اللي هي فيها جزء استانلس، دي حلوه قوي، جميل جدا. انا زي ما قلت في اول الفيديو ان انا هنا في بحر الاسعار، مخرج 8، كل حاجة هنا كل حاجة هنا زي ما قلت بخمسة ريال، هو بس في جزء خاص يعني حوالي 90% منه على 5 ريال، في جزء بس خاص هو بأسعار مختلفة. الجزء الخاص بالمعالق، معالق صغير وكبير، أشكال وألوان وإيه، والأحجام مختلفة والنقاشات كتيرة جدا ومختلفة. كل دفة من دي على 5 ريال زي ما انتوا شايفين كده، شايفة العرض بتاعها. شايفة الجمال، كل حاجة هنا على 5 ريال يا سكان الرياض، يا سكان الرياض كل حاجة هنا على 5 ريال. ايوه السكاكين هنا الاتنين برضو بخمسة، عجبتني دي اوي، انا هاخد دي. يعني دول كام؟ دول ستة، الستة على 5 ريال. شايفة الستة هنا بخمسة ريال، ودول الاتنين بايه؟ بخمسة ريال، ودول برضو ستة. حلو اوي الشكل ده برضو، ده حلو على فكرة، انا مجربة السكاكين بتاعتهم حلوة جدا. لا لا ايه، خلي دي محمد. حلوة دي، عجباني دي. خلاص يا محمد انا هشوفها، خلوهم مكانهم. شايفة الجمال دول ستة، شايفة الجمال والالوان، كل الالوان اللي انت عايزاها. حلوة دي، رفيعة جدا، شوفي السيف بتاعها رفيع جدا ازاي، جميلة. ودي كمان ده جزء خاص بالسكاكين بس. اه حلوة دي بتاعت الترات، ودي كمان بتاعت الترات، والله انا كنت بدور عليها. ودي كمان حلوة جدا، شايفين يا بنات، دول مع بعض بخمسة ريال. اه ده انا مش عارف، انا هاخد المحل كله النهارده وانا خارجه ولا ايه. دي شوف الاثنين مع بعض بس برضو بخمسه، بس انا هاخد الثلاثه بقى. طب ليه؟ ما هو الثلاثه هنا بخمسه، دول الاثنين وحدهم بخمسه. ده المنشار ده بتاع اللي هو بتاع التورته. جزء كبير يعني خاص بالسكاكين بس. اه حلو ده. لا في كمان هنا، ده عجبني قوي، سكين استانس. معلش انا مش مركزه الكاميرا فيها، ده برضو حلو جدا. ده كمان هنا في نقاشات مختلفه، ده عشان التورته زي ما قلت، عشان انتي بتظبطي التورته بتاعتك. ودي اسياخ للفحم عشان انتي بتشوي. اه تعالي بقى هنشوف، ده لسه المكان كبير جدا يعني. تعالي شوفي بقى سلطانيات الشوربه، يا جمال يا جمال. شايفه دول اتنين، دول تلاته ولا اتنين؟ لا دول اتنين بس عشان كبار، اتنين دول بخمسه ريال. في اشكال هنا مختلفه، دول اربعه، اربعه على 5 ريال.
واحد اتنين تلاتة اربعة 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 مع بعض. تعالي بقى دي اطباق للتقديم. يعني لما تحطي فيها لقمة القاضي. تحطي فيها الحلويات كده وانتي بتقدميها. اشكال حلوة. تعالوا بقى نشوف كمان. دي اطباق صيني كبيرة. دي لا دي حلوة دي. الاطباق دي حلوة. كلها صيني يا بنات، دي كلها صيني. انتوا سامعين الصوت طبعا. ده حلو ده. وفي الازرق كمان. وفي منها ايه؟ الاحجار الصغيرة. زي ما انت شايفة كده. تعالي في الوان تانية هنا. في صواني بايركس. في قوالب بايركس صغيرة. كله على 5 ريال. الصيني. انا طبعا بالنسبة للاطباق بقى انا هتفرج براحتي خالص عشان اشوف انا هاخد ايه. هخلص بس معاكم الفيديو واشوف انا هاخد ايه. دي حلوة. حلوة ده. حسين محمد علي. راسل فرعون علي حسين بواب واحد. في كمان كبيرة وفي صغير. في كبير خالص. في البلاط الكبيرة دي. حلوة ده. حلوه بقى. صواني تقديم جميله جدا دي. تبقى حلوه قوي في التصوير برضو. والاطباق دي جميله جميله. معلش دوختكم معايا. تعالوا بقى هنا. ده الجزء الخاص بالملامين. صواني. الصينية هنا على 5 ريال. انت اخدت الحجم الصغير ولا الكبير؟ عشان انا هاخد واحدة من دي. خلينا ناخد دي. مش عارفه. لا هاخد دي الصغيره احلى. تعالوا بقى نشوف هنا. دول الاثنين مع بعض بخمسه. الاثنين مع بعض بخمسه ريال. دول الاثنين مع بعض بخمسه ريال. فتعالى نروح الصغير عشان كبير يعني. تعالوا شوفوا بقى. ده الميلامين بقى المشبك. هما جايبين بضاعة جديدة علشان انا لما كنت هنا اخر مرة كان فيه اللي هو الملامين ده. كان فيه الالوان دي. لكن هما ما شاء الله عليهم على بيجددوا على طول. في كمان الوان تانية وفي موديلات تانية مختلفة. هم هنا بيهتموا بالتنوع وباختلاف الموديلات على طول. انا لازم يعني كل فترة اجي واشوف ايه الجديد اللي عنده.
تعالوا نشوف هنا في ستاندات اللي هي الستاند بتاع الكيك، حلو جدا. وكمان ده هو صغير بس حلو جدا، يعني بيحفظ لك الكيك بقى من اي حاجه. ثواني هنا حلوه تقديم، جميله جدا، حلوه قوي رسمه الشطرنج دي. وهنا دي كمان دي حلوه دي. لا حلوه الصوره دي. ثواني بقى، شايفه الجمال؟ 5 ريال، حلوه دي برضو. ودي جميله جدا، شوفوا بس هطلع عليها، عليها رسومات المطبخ، جميله دي، حلوه تحفه. تعالوا بقى هنا الجزء الخاص بصواني الكيك والتورته، اللي هي الصواني اللي بتتفتح والقوالب، زي ما انتم شايفين كده. هي المنتجات بتاعتهم لسه جديده، هم حاطين بضاعه جديده عشان تلاقيها لسه متغلفه. يعني تخيلي القالب ده ب5 ريال بره، يعني بره الاسعار اعلى من كده بكتير بجد. انا بجيب وعارف قوالب للكيك بقى، يعني كل الموديلات، وللبسبوسه حلو ده للبسبوسه. يعني شوفي هتعملي حجم صغير تلاقي، هتعملي حجم كبير هتلاقي. للكب كيك على فكره الخامات حلوه برضو. شفتي بقى الاول بتاعه التوست والكيك، كل حاجه هتلاقيها موجوده. ده ايه ده؟ ليه كده جامده؟ لان كلهم في بعض. القوالب بتاعه الكيك شوفي بتتفتح من تحت، استنى اهي البضاعه كتير ما شاء الله. وانا يعني مش بحب ابهدل حاجة بصراحة، في المكان اللي اروحه ما بحبش ابهدل لهم حاجة. القوالب من الله اكبر، يعني البضاعة مفيش كده، الاشكال والوان كل حاجة، كل حاجة هنا على 5 ريال. تخيلي فيه كمان اللي هي الجرانيت، تعالي بقى هنا بقى القطعات القرمه اللي احنا ايه بنشتغل بيها في المطبخ. انا عايزه اخد بصراحه، انا هاخد دي، انا اكتشفت حاجه. يعني هنا في عندنا شواك وطقم ثلاثه مع بعض زي ما انت شايفه كده على الصوره، مش عارفه اطلعها لان انا ماسكه التليفون بالايد الثانيه، دي مفتوحه كمان. تعالوا نشوف مع بعض. شوفي تحطي فيها الفحم ثلاثة مع بعض، وكل واحدة معاها الحامل بتاعها، معاها اللي هو اللي رف السلك بتاعها، شايفة؟ يعني وبجد بجد يعني المكان اكتشاف. الثلاثة مع بعض، الثلاثة ب5 ريال. تعالي بقى شوفي معايا، انا كل ما افكر نفسي ان انا خلاص خلصت اكتشف حاجة تانية. يعني شايفة انت طقم الصيني ده، وشايفة الجمال، يعني كل حاجة منه على 5 ريال. انا هعمل منه تشكيل اصلا هي للبيت، شايفة الجمال؟ شايفة؟ كمان الطبق ده الرسمه بتاعته، يعني حاجه يعني حلوه بجد ما شاء الله.